رفقاء السفر والفنانين الموهوبين الأعزاء والمخرجين وكتاب السيناريو والتقنيين الأعزاء الذين تعتبر مهنتهم ومهارتهم ضرورية لبناء أفلامنا بنجاح. هذا المساء أعبر عن كل إعجابي بالتزامكم ولكم محبتي. يمكن فرحانين باسم هي عودة المهرجان، فاش كنتكلموا على عودة المهرجان هي عودة الأفلام والقاعدة السينمائية وعودة العمل السينمائي، يعني المنتجين الحدود اللي ما بداوش، وهذا بحد ذاته مهم جدا لأن احنا محتاجين باش ماشي نخلقوا نقووا ونحضروا صناعة صناعة السينمائية، لأن المغرب دائما كان مستقيم الأكثر من التعليم الكاري اليوم التحدي نرجعوا أكثر وأكثر من الأردن السينما نعودوا من القيام للمسلمين يعني خلق ديك الثقافة السينمائية المغاربة عندهم لكن اليوم مجموعة عندي الوسائل اللي كاينة اللي حنا في الشارع حاربات بطريقة هذا السينما اللي نسمعوا أنها مهمة ومهمة ثانيا طبعا قوة الصناعة من ناحية باش تخدم كنا بالحروف الاخرى كتعرفوا ان في مجموعه من الصناعه الثقافيه فتره البكاتير صناعه السيارات مثلا هذا النموذج فالتحدي اليوم هو هذا ما يمناش فعل ولكن ان شاء الله نحن نشوفوا كل المخرجين كاين تغيطين من المدير العام الجديد في السينما كل الصناعه السينمائيه وفرص الشغل ان شاء الله كيف ما كتعرفوا عندنا نقاش فعل ما بقاش بغينا نعدلوا القانون ديال المركز السينمائي اذا الوزاره عندها توجه عندها رؤيه ولكن قبل ما يكون اي تعديل انه غيكون واحد يوم دراسي مع الامر مع البروديكتور يا جوفير الشومبر اللي كاينين هنايا باش نسيتو نعرفو اون فوا نتفقوا على كيفاش بغينا يكون هذا المركز كيفاش بغينا نعدلو القانون الا وانتقلوا في اطار يعني سينمائي محض وأن نناقش الأفكار وأن نتبادل يعني الآراء من خلال التيمات التي تتناولها الأفلام التي تنافس يعني على جوائز هذا المهرجان. أظن أنه عودة ميمونة للمهرجان وأكيد غادي يكون دفعة قوية للحقل السينمائي المغربي خصوصا فيما يخص يعني المهرجانات السينمائية في بلدنا. أتمنى كل الخير وأتمنى أن ينال فيلم يعني أنا مشارك من خلال المنافسة الرسمية للأفلام الطويلة فيلم يحمل عنوان النزال الأخير، أتمنى أن ينال أدائي رضا الجمهور المغربي خصوصا الجمهور ديال مدينة طنجة. حضوري اليوم في مهرجان الدورة 22 من المهرجان الوطني للسينما ما يمكن له يكون إلا فخر وفرح وتتويج ليا، لأن احنا الفنان المغربي يعني ملي كتكون واحد الدعوة ليه المهرجان بحال هذا فكيفرح بزاف، خاصة إلا ما كانش عنده فيلم مشارك، وهذه الحالة ديالي أنا هذا العام ما مشاركت حتى بشي فيلم، ولكن يعني المركز السينمائي المغربي تفكرني و يعني عرضوا عليا كيف تنقولوا حنا بالمغربيه، فممكن لي ان نكون فرحانه وفخوره، فهذا كيعني اني موجود على الساحه الفنيه وان كاين واحد الرغبه في انهم يشوفوني في المهرجان، فكنتمنى اني نكون كبرت بهم حتى انا وما نكونش حشمت بهم، وفرحانه بزاف بتواجدي بمدينه طنجه، مدينه اللي كتعني لي شيء الكثير، عندي أصدقاء أكثر هنا، وهذه فرصة بأننا نشوف الأفلام المغربية جديدة، مع العلم أني بصراحة كنشوف الأفلام فاش كيخرج شي فيلم جديد حريصة على أني ديما نتفرج في ليزافون بخميير، ولكن بهذا الشكل يعني كونسنتري مركز، فكيكون واحد النوع من التركيز على الثقافة السينمائية، كيكون نقاش سينمائي حقيقي، فكيف كتعرفوا ربما كيعرف الجمهور أو ما كيعرفش نقولوا له هذه المعلومة، أن دائما ملي كيكون فيلم في العشية فالغد ليه الصباح كون توت ان ديبا اوتور، يعني واحد النقاش اللي هو حول الفيلم، وهذاك النقاش كيكون يعني بناء وتتكون كتستفد يعني كتفهم الفلسفه ديال الفيلم، الرؤيه ديال الاخراج، يعني الرؤيه الفنيه ديال الفيلم، وهما لقاءات اللي كندعو الشباب ديال مدينه طنجه والناس اللي يقدروا يجيو انهم يجيو يشاركوا بكثافه في هذه اللقاءات، لانها كنعتبرها انا دي ماستر كلاس او دروس يعني مركزه اللي الناس تقدر تستفد منها بزاف، خاصه الشباب اللي مهتم بالمجال السينمائي والمجال
الفني. ف يعني هذا اللقاء ماشي فقط لقاء اللي غادي يكون فيه تابيغوج والناس كتصور وكتفرح، فهو بالدرجه الاولى لقاء ثقافي سينمائي فني. واهم حاجه انه السينما كتعكس المستوى الثقافي ديال البلاد، كتعكس فين وصلنا في الرقي ديالنا المجتمعي. ف كنتمنى ان الناس يشجعوا بحال هذه المبادرات، وكنتمنى ان ما تجيش شي جائحه اخرى اللي توقفهم. ففرحانين بهذا لا ريبريز، وكنتمنى انها تكون اقوى من قبل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.